عشر سنوات مرت وأنتم تروجون وتشوهون سمعتي عند القريب والبعيد أني مخالف للمشورة مفرق لجماعة المسلمين. ما هي مخالفتي؟ أنني تحققت من عقيدة مؤسسي جماعة التبليغ في الهند والباكستان وبنغلاديش وعلمت أنهم أشاعرة. مخالفتي أنني بيّنت لأفراد الجماعة أن أهل التبليغ أشاعرة. هذه هي مخالفتي للمشورة وتفريقي للجماعة. مخالفتي أنني بيّنت لكم أن الوهابية التي رضعتم منها واحتضنتوها ودافعتم عنها بكل ما أوتيتم من قوة وزججتم بالتائبين في أحضانها أنهم ليسوا من أهل السنة. ألم تقل لي أنت اذهب وادرس عند الوهابية واترك الأشاعرة؟ كل هذه العداوة لأنني بيّنت أن أهل التبليغ أشاعرة وأنكم تحضنون أهل البدعة.